Accueillant à nous un dessert, la résurrection est une victoire et une victoire divine. Smen Abba Divin Baruch Kudus Amin. أخوتي الأحباء، أكيد نحن علمني بأعلى قمة من قمة عرس الفصح، العرس الفصح الرائع يلي عم نعيشه بالقيامة. وهالقيامة إخوتي هي انتصار. أولا القيامة انتصار على الموت، ولكن هالانتصار إخوتي ما محل بعدنا عم نموت. أكيد يسوع مش قصده بانتصار على الموت وغلب الموت بالموت، مش معناتها بده يشيل الموت، مش معناتها بده يخلينا منموت. هو كلنا رح منموت، وهو أكيد ما عنده غير باب هالموت فيقدر يرجع يجتمع فينا ويرجع يرجعنا على بيتنا الأصلي ونعيش الحب نحن وياه، ونعيش حب إلهي رائع نحن والإله وكل جماعة القديسين في الملكوت. ما عنده غير هالباب، باب الموت ليرجع يضمنا ويحبنا. مشان هيك إخوتي انتصار يسوع على الموت هو جعل من الموت بوابة عبور إلى الملكوت. هيدي هي الانتصار يلي فيها يسوع بده يقلنا العبور هو أساسي وهو فصحي رائع جدا. ما تخافوا من الموت، خليكن عايشين الموت بحب عظيم تتلاقوا فيه، ونعيش وحدة هالحب بكمال الحب في الملكوت. هيدا هو انتصار الموت وغلبة الموت بالموت. وهمشن هيك مربوط اخوتي بيعلق قيامة الموتى بقيامة المسيح. إن لم يكن قيام الموتى فالمسيح لم يكن. ما قام المسيح تيقلنا شغلة وحدة، أنا انتصرت ورح يكون في قيامة للموتى. مشان هيك نحن نؤمن بقيامة الأموات، بقيامة الجسد، بقيامة الجسد التاريخي اللي نحن عم نعيش فيه، مش ضروري هيدا البيولوجي مش عايزينه بعدين، ورح نروح كلنا سوا من دون هذا البيولوجي كله رح يصير تراب، إنما جسد الروحاني، جسد الممجد، جسد اللي عشت فيه الإيمان الحقيقي مع الرب وعشت فيه تاريخ حياتي، هذا سيكون ويلتقي بيسوع. ونصلي لكي ما ربنا يسوع المسيح بحق قيامته ينتصر على الموت ويجعلنا كل نعبر من الحياة الفانية إلى الحياة الزينة ونعيش الحب الإلهي بالملكوت ببيتنا الأصلي. الانتصار الثاني في عدة انتصارات مش رح طول. الانتصار الثاني هو الانتصار على شرور هذا العالم، الانتصار على الشر. ولكن اخوتي الشر موجود وبعده عم بيكون موجود بعدة اشكال، بعدة الوان، بالاوبئة، بالمحن، بالسرقة، بالكذب، بالحق. الشيطان عم يشتغل بهالدنيا وربنا انتصر على الشر، بس بعده الشر موجود. أكيد ربنا سامح إنه بوجود الشر بحياة الإنسان، إن من ناحية الأوبئة، إن من ناحية الحروب، إن من ناحية الزلازل، كل الشرور يلي بتتخيلوها والخيانات والدنيا وكل شيء بالدنيا كله موجود وبعده موجود. كيف هالقيامة انتصرت على الشر؟ نعم انتصرت على الشر لأنه بقيامة المسيح أعطانا الرب برهان عظيم إنه أنا اللي قلت لكم إياه كل حقيقتي. هالإنجيل يلي أعطونا إياه الرسل بصميم قلب بوحي إلهي وبوحي إلهي بقوة الروح القدس
كل هالإنجيل انختم بالصليب والقيامة، بيقلنا هيدا الطريق إذا مشيتوا فيه رح تقدروا تعيشوا بعالم الشر. أنتم لستم نزعوا، لكن أنتم في العالم، أنتم رح تعيشوا بهالعالم اللي مليان شرور، ولكن كأنكم لستم نزعوا. إذا قدرتم شيتوا معي وتأملتوا بكلمتي وعندكم وحطيتوا ثقتكم الكاملة بهالكلمة اللي أنا عشتها وجسدتها بيناتكم، كشفت كل تدبير الله وكل حب الله لإلكم، إذا عشتوها بهالثقة الأساسية رح تقدروا تعيشوا كل المحن وبقلب كل هالشرور وبقلب هالعالم بسلام، براحة، بقوة، بإصرار وتصميم، حتى ضد كل الاضطهادات اللي عم تواجه إيماننا اليوم. وأمشي هيك إخوتي، نستفيد من هالانتصار اللي عيشه الرب على الشرور. وإذا ما استفدنا منه رح نضل عايشين الخوف والرعدة، رح نضل عايشين أوقات الانجرار بهالشرور، منفوت فيها شرور سياسي، شرور اقتصادي وفساد، وكل هالموضوع رح نضل فايتين بهالمعمعيات كلها وعايشين اضطراب، والشرور بالنهاية رح بتدمرنا. عندنا طريق أعطانا إياه المسيح بحياته، هو الطريق والحق والحياة، نوثق فيه، نعيش مثل ما هو قالنا، مثل ما الكنيسة بتعلمنا. ساعتها بتشوفوا كيف كلنا سوا رح نكون أبناء قيامة وننتصر على كل الشرور بكل هالدنيا. والشر أخوتي هو بيفتح لي مجال إنه نقل اختيار الأسمى، اختيار الخير الإلهي بهالدنيا. ما تنسوا هالشيء. والانتصار الثالث هو الانتصار على الخطية، الخطية اللي فصلت الإنسان عن الله، اللي شوهت صورة الله بحياة الإنسان. ربنا ضل مصر إنه بده ينتصر على الخطية وبده يمحيها من هالوجود، وإجا من عليا وعيش معه وتجسد وأخذ بشريتنا وإنسانيتنا الضعيفة ولبسها من كل قلب وعيش بطبيعة حقيقية فيه مع الطبيعة الإلهية، وعيش بيناتنا إخوتي كي ينشفنا ليرجع من جديد صورة الله الحقيقية، فنقدر نحن نتحد فيه ونمحي هالخطية من قلوبنا. ولكن ليش بعد في خطية؟ هذا السؤال بسأله أنا وإياكم، ليش بعدنا عم نخطئ؟ ليش بعدنا عم نعيش الخطية بهالوجود؟ هون السؤال الأساسي اللي بتركه لقلوبكم ولقلبي ولكل إنسان بهالدنيا لكرمال يفكر بعمق، خاصة الحجر الصحي يرجع بيرجعنا لذاتنا، بيقطعنا شوي عن لهوات هالدنيا وعن كل هالخروج إلى العالم لنهرب من ذاتنا. هالحجر الصحي بيرجع بيوقفنا مع ذاتنا لنرجع نقول نحن أبناء قيامة. ليش بعدنا عم نخطئ؟ شو المشكلة؟ ليش بعدها الخطية مسيطرة علي؟ يسوع انتصر عليها. ليش بعدنا عايش بهالمعمعيات بحياتي؟ هيدا السؤال نسأله أمام القبر الفارغ، قبر يسوع يلي هو علامة القيامة، تكرمال نحن بالوقت ذاته نفرغ قبور حياتنا من خطايانا ونرجع نعيش قيامة المسيح بنعمة كبيرة، نشهد له برجاء عظيم بهالوجود، ويضل قلبنا معلق فيه ومعلق بالسماء ومعلق بحبه. وشو ما صار بهالدنيا ربنا معنا وربنا حاضر فينا وربنا منتصر فينا. كلنا هيك لازم نكون منتصرين بهالقيامة.
اخواتي بهاللحظات رح نعمل زياحة قيامي هيك حول المذبح وحنذكر القامة والصمام ومن كل قلبنا نرجع رح ناخد البركة رح نعطي بركة بالصليب القيامي لأربع جهات الأرض ولكل قلب من قلوبكم تكونوا بالفعل ببركة الصليب عم تنتصروا مع المسيح تكونوا أبناء قيامي بهالوجود La paix du Père Céleste et la sécurité sont
يا ينبوع الأمان ومعين السلام وكنز الرضا العظيم، أفض فينا وبيننا أمانك وسلامك، وأحل يا رب يمين رحمتك على هذا في هذا المكان، وعلى هذا الجمال الناظر المنحني أمامك، وعلى رعيتنا وعيالنا الحاضرين معنا بالروح. يا ربنا يسوع المسيح، إن صليبك هذا المحيي به خلصتني من الضلال، وجعلته سلما يصعد فيه جميع الساجدين له إلى أعلى السماوات. به يحلس المسيحيون ليلا ونهارا من الشرير وقواته. به يتربى الأطفال وتتحصن النساء ويتعفف الشبان، وبالحكمة يزدان الشيوخ ويتقدس الكهنة ويطهر الشمامسة. به تحفظ الأديار والكنائس، وبه يرحم الموتى المؤمنون، وبه أيضا يشفى جميع مرضانا وتحفظ عيالنا. ويوم تظهر في انتهاء الزمان نستدر كلنا في ظل صليبك الظافر. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. إخوتي بهاللحظة نعيش لحظة السلام، أكيد سلام الرب اللي أخذني بهالبركة، جابوا هيك من كل قلبكم، عيشوا هالسلام واعطوا السلام لبعضكم البعض بكبرى مقدسة بقلب عيالنا بوحدة حب رائعة مع المسيح. عيشوا هالسلام من كل قلبكم. En ce moment, chers et sœurs, nous avons vécu le rituel de la paix de la messe, ce rituel de la réconciliation entre nous et Dieu et entre nous-mêmes. Vous pouvez vivre chez vous aussi cette paix, et vous pouvez échanger, partager cette paix du Christ entre vous avec les élevés. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans sa paix toujours. يا إخوة، السلام والمحبة والإيمان من الله